بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. كتاب قصص الأنبياء والتاريخ من الكتب القوية جدا في حكاية قصص الأنبياء، تأليف دكتور رشدي البدراوي، الأستاذ بجامعة القاهرة. ودكتور رشدي البدراوي هو طبيب، ويمكن أنا لفت نظري إن كتاب قصص الأنبياء ما ألفه طبيب، فواخد الموضوع بأسلوب علمي شوية، وعامل دراسات مقارنة في لما جاء في كل المصادر، بحيث إن احنا ناخد منها الخلاصة يعني. فعجبني جدا طريقة حكاية قصص الأنبياء، ولفت نظري تمكنه في إنه جاب كل الداتا وابتدى يعرضها علينا، وابتدى يعمل دراسة مقارنة. الكتاب يمكن بداية معرفتي بيه يعني بداية سنة 2000 تقريبا، بعد 2005. كان أول جزء ابتديت أقراه هو الجزء الخامس بتاع أنبياء بني إسرائيل، أو تقريبا الجزء الثالث، أو الجزء الثالث أنبياء بني إسرائيل. والكتاب ده يمكن بالصدفة، ما حدش دلني عليه يعني. أنا كنت في اسكندرية وشارع صفية زغلول، دخلت مكتبة، مكتبة كتب يعني، قعدت ألف فيها شوية كده، لفت نظري الكتاب، قلت أجيبه أقرأه كده أتسلى بيه في الأجازة يعني. فجبته، بدأت أقرأ أول صفحة، لقيت إن أنا مش قادر أفرقه يعني، فضلت لازق فيه زي ما بيقولوا لغاية ما خلصته أو قريته. ابتديت أبحث على الأجزاء التانية منه، كان صعب جدا يعني، لغاية ما عرفت إن المصدر بتاعه كان من مكتبة في شارع الأزهر، هي اللي متولية نشره يعني. فالمهم عرفت أوصل للمكتبة في شارع الأزهر في القاهرة، وجبت ال6 أجزاء وخليتهم عندي بقى. ابتديت أقرأ بقى من أول الجزء الأول، بيبدأ بسيدنا آدم لغاية الجزء السادس، بينتهي بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الكتاب جميل جدا، وأنا قررت إن أنا أبدأ أقرأ من تاني، لأني مشتاق إن أنا أقرأ من جديد. والمرة دي هقرأ معاكم بحيث إن هو يبقى موثق، ويعني ننشره لوجه الله تعالى، ناس تستفيد منه، ونتوكل على بركة الله. نبدأ قصص الأنبياء والتاريخ، ونبدأ نقرأ في الجزء الأول إن شاء الله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع تاني لقصص الأنبياء والتاريخ، تأليف المرحوم الدكتور رشدي البدراوي. هنستعرض الجزء الأول اللي بيحكي قصص سيدنا آدم وسيدنا شيث وسيدنا إدريس وسيدنا نوح وهود وصالح عليهم السلام. المؤلف بيبدأ بأنه بيهدي النسخة دي لشيخ من شيوخنا الأجلاء، اللي هو الشيخ محمد الغزالي الله يرحمه، إهداء إلى روح الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ محمد الغزالي. فلولا تشجيع فضيلته لما تيسر لي أن أمضي قدما في تأليف هذا الكتاب. بعد كده جايب مقدمة كاتبها الشيخ فضيلة الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه، فبيتكلم عن المجموعة وبيقدمها، فممكن نقرأ وكتب عليها، لأن كلام مهم جدا هيفتح لنا باب لطريقة التفكير، أو هو المؤلف إزاي فكر يعمل الكتاب. قصص الأنبياء من الدراسات المهمة في علوم القرآن، ولعله تقديم للكتاب بقلم فضيلة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله. قصص الأنبياء من الدراسات المهمة في علوم القرآن، ولعله أوسعها رقعة وأكثرها أهدافا، إذ أنه يخدم العقيدة والشريعة ويدعم الأخلاق والمثل الرفيع. تدبر قوله تعالى على لسان الصديق، يا صاحبي الصديق، على لسان الصديق،
يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير من أم الله الواحد القهار. إن الكلام برهان على الإيمان بالله الواحد، فهو يدخل في باب العقيدة قبل أن يقول جزءا من القصة مروية. وتدبر رد يوسف على إخوته عندما جاءوا يستنجدون به على ما أصابهم من قحط، قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. إنه من يتق الله ويصبر إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. في هذا الرد قانون عام عن نتائج الصراع بين الخير والشر، وعن سنن الله الكونية في المجتمع الإنساني. وما أفقرنا إلى دراسة هذه السنن، فإن الأمم كالأجسام الطافية تعلو بميزان وترسل بميزان، وليس النصر والهزيمة فوضى. ومجال البحث في قصص الأنبياء من القرآن رحب، ولكنه في نظري محرم على الخرافيين والخياليين. وقد قرأت لبعض المؤرخين وبعض المفسرين مرويات ونتائج وهم يتحدثون في قصص القرآن، فكرهت صنيعهم، كما عافاه أيضا الراسخون في العلم وتعقبوه بالتمحيص والتصويب من هؤلاء. ابن إياس في كتابه بدائع الزهور، والخازم في تفسيره المشهور، وآخرون يحتاجون إلى المنطق العلمي حتى يكتبوا حين يكتبوا. من أجل ذلك سرني أن يؤلف في قصة الأنبياء طبيب حاذق، وهو الدكتور رشدي البدراوي، الذي تفرغ لموضوعه وأحاط بأطرافه وكتب متقيدا بأصول البحث العلمي والسرد التاريخي الدقيق. فجاء كتابه هذا كما يهوى العلماء المحققون: صادق السرد، سهل العبارة، محكوما بالدليل القوي والاستنباط الواضح. وامتاز بمصورات جغرافية تحدد مسار الأجيال المختلفة، ورسوم لشجرات الأنساب التي تحدد الأسلاف والاختلاف. ولا أذكر أني رأيت هذا في مؤلف سابق مع الحاجة إليه. وأقترح أن يصدر أطلس يحدد الأمكنة والبلاد التي تحدث عنها القرآن الكريم، مع معلومات تعتمد على اليقين أو الراجح في ذكر الأحداث والأشخاص. وأنا مع جمهور المفسرين في أن القرآن لا يفسر بالنظريات العلمية، وإنما يشرح بالحقائق المستقرة. ويؤسفني أن رسالة صدرت في الآونة الماضية تزعم أن القرآن يهتم بتقرير العبرة واستخلاص العظات وحسب، وأنه قد يستخدم في سبيل ذلك عبارات قائمة على الخيال والمجاز، مقطوعة عن الواقع التاريخي والصدق الفعلي والصدق العقلي. وهذا الكلام كذب على الإسلام وكتابه، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقد حكم القرآن على قيمته عندما قال في آخر سورة يوسف: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والدكتور رشدي جدير بالثقة فيما يذكر من آراء، وأسوق هذا المثل لأوضح ما أعني. في سورة المؤمنون سرد لقصة نوح، وكيف أهلك الله قومه لما طال كفرهم وعنده. ثم قال الله تعالى بعد أن قضى على المكذبين بالطوفان: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. من القرآن الناشئ ومن رسولهم، كنت أفهم من السياق أن المقصود عاد وتبيهم ونبيهم هود، لأن الله سبحانه يقول في سورة الأعراف، والكلام موجه لعاد قوم هود: اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. ولكني رأيت الدكتور المؤلف يكون على القرآن الناشئ أن القرن الناشئ هم ثمود. فعدت إلى التفاسير فوجدت الرأيين مذكورين معا، مع ترجيح أن الجيل الناشئ هو عاد. فعدت إلى المؤلف أتعرف دليله على ما قال، فوجدته يثبت أن ثمود أهلكت بالصيحة في صور القرآن الأخرى، وأنه جل شأنه يذكر عاقبة القرن المتمرد في سورة المؤمنين، فيقول: فأخذتهم الصيحة بالحق
فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. فقلت رأي الدكتور أرجح، جزاه الله خيرا عما بذل وحقق، وأعانه على إتمام كتابي هذا بروح من عندي. محمد الغزالي. دي كانت مقدمة الشيخ محمد الغزالي اللي كتبها بخط إيده لمؤلف هذا الكتاب الدكتور رشدي البدران. دي محتويات الكتاب، هنعديها بسرعة ونبدأ نشوف البداية مع قصة سيدنا آدم عليه السلام. دي مقدمة المؤلف، يعني مش هنتطرق ليها. خلينا نبدأ نقرأ الكتاب ونبدأ نشوف بداية الخلق سيدنا آدم عليه السلام، وإزاي إن الكتاب اتكلم عن خلق سيدنا آدم. هنبدأ بآدم عليه السلام.